أعتقد بأن هذه التجربة الجديدة توجت بتدشين مشاريع مهمة وأساسية كتهم البيضاوية والبيضاويين. أولها هو المطرح العمومي المراقب دي المديونة، وهذه بادرة طيبة وانتظرها السكان طويلا. غتجي في المرحلة الثانية هي الكرة الأرضية كما يطلق عليها البيضاويون والبيضاويات، وإن شاء الله الرحمن الرحيم قريبا غتدشن في حلة جديدة بفضل واحد الشراكة متعددة ديال الأطراف. دونك غادي من جهة هي الجمالية ديالها وكترسم للذاكرة البيضاوية، ومن جهة أخرى غادي تدير الانسيابية تما الناس اللي يجوا من المدينة القديمة وغادي يزوروا شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس. وهذه إن شاء الله هذه إشارات قوية من مجلس ديال المدينة إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نطبقوا البرنامج اللي رفعناه خلال انتخابات 8 سبتمبر 2021. لا أظن الشارع بأنه هذاك الشارع حتى صغير ما يمكنش تكون في المرور لأنه يقع واحد مشاكل ديال السير والجولان. لذلك غادي تبقى هذيك الكرة الأرضية إن شاء الله ما يستفدوا منها الراجلين المستعملين الراجلين. من بين الأهداف اللي اتفقنا مع السيد الرئيس ومع المكتب وكمجلس هو تفعيل وهو تسريع بوتيرة الإنجاز، وهذا شيء أساسي ومهم. مجموعة من الأوراش ماشي تنقول متوقفة ولكن تسير واحد السير اللي هو هذا. بغينا إن شاء الله الرحمن الرحيم نسرعوا من الوتيرة. هذا من الأهداف الأساسية ديالنا هو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وبالتالي البحث أولى إيجاد الحلول المناسبة، لأنه ماشي المشكل ديال تسلم واحد المشروع وإنما الصيانة ديالو. مثلا هاد الكرة الأرضية حنا كلفنا السيدة الرئيسة كلفت كازا بيئة باش دير الصيانة، لأن المشكل هو في الصيانة وفي التريم اللي دوزنا اللي تفتح للدشن مؤخرا ديال الموحدين. هذاك النفق ديال الموحدين نحن بصدد البحث عن الإطار قانوني باش نديروا الصيانة، لأن الصيانة ضرورية وأساسية مثل هذه المنشآت وهذه المشاريع وهذه البرامج. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.